ده كان ملخص المباراة وهدف اللقاء. أيضا نروح نشوف لقاءات بقى بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 1-0. ربنا وبشكر فضله طبعا على النتيجه وعلى الاداء الرجولي بتاع لعيبه 2006 وده لعيبه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي. احنا قعدنا حوالي تقريبا شهرين مريحين طبعا تاجيل المباريات من قبل اتحاد الكوره بسبب الكورونا طبعا، وده اول ماتش رسمي لينا بعد ماتش المقاولين. لعبنا اول ماتش تعادلنا 1-1 في المقاولين وده تاني ماتش لينا. طبعا ده ديربي بين الاهلي والزمالك، اللعيبه عندها دوافع، لعيبه صغيره طبعا عايزه تثبت نفسها، وانا ما اقدرش اتحكم في الدوافع او في الحماس اللي جوه اللعيبه دي. هم عارفين اول ماتش ليهم يقابلوا نادي الزمالك 2006، والحمد لله رب العالمين احنا كنا ممكن نكسب 1 و2 و3، ضيعنا فرص كتير. احنا ما توقفناش عن التمرين، يمكن تعليمات الكابتن خالد بيبو اللي احنا مستمرين في التمرين، تعليمات مستر مايكل اللي احنا مستمرين في التمرين، عملنا ماتشات وديه كتير خلال فتره التوقف. وانا كنت بقول للاولاد الدوري راجع، احنا شغالين عشان ماتش الزمالك، يمكن كنا عارفين ان ثاني ماتش الزمالك، قلت لهم احنا شغالين عشان ماتش الزمالك. الدوري رجع اوكي ما فيش مشكله، الدوري ما رجعش خلاص يبقى احنا بنستعد للموسم الجديد. فالحمد لله رب العالمين الدوافع كانت عند الاولاد، والحمد لله رب العالمين على المكسب. الحمد لله المباراه كانت صعبه طبعا، لان ماتش بالذات بالبطوله، ماتش اهلي وزمالك بيبقى بطوله. الحمد لله يعني توفيق من ربنا، وطبعا يعني كان بالصلاه وتوفيق ربنا وربنا كرمه الحمد لله يعني. واحنا كنا مستعدين للماتش ده بقالنا كتير الحمد لله. انا لعبت الشوط الاولاني اهو ورجعت باك، بس هو يعني في حالتنا هو مش فارق، احنا كلنا ادينا بشكل رجولي، ما كانش في لعيب بيلعب لوحده، كنا كلنا رجاله وقدم مسؤوليه، والحمد لله يعني قدرنا نجيب جون ونحافظ عليه. احنا الحمد لله عملنا اداء كويس وعملنا يعني النتيجه الحمد لله، مع ان احنا كان عندنا نكسب اكتر من كده، بس الحمد لله ربنا وفقنا عشان احنا اشتغلنا. وطبعا يعني التعليمات الفنيه طبعا كانت كتيره، مثلا ده ينزل وده يروح، ده مكانه ده يتحرك كده، ده يتحرك كده كده، وبرده اهم حاجه الروح. لا ده كان كويس طبعا، واحنا يعني مستعدين للمباراه دي بشكل ثاني، والنتيجه المفروض احنا على الاقل كنا كسبنا 3-4. طبعا احنا بنلعب في النادي الاهلي، يعني مش اي نادي انت بتلعب فيه، انت بتلعب في نادي اعظم نادي في افريقيا والنادي كله، فاهم؟ لازم تكمل الماتش كله على يعني، حتى لو فيك حاجه تكمل وتلعب، انت بتلعب في النادي الاهلي. سما كان من اول فعلا من اول ما الدوري وقف قال لنا المباراه دي لازم ليها استعداد تاني، انتوا لو كسبتوا هتبقى في حته ثانيه هتنقلكوا نقله كبيره، وانت النادي الاهلي ما ينفعش تخسر من اي فرقه، كان في استعداد غير طبيعي للمباراه. قبل ما اسيب فريق 2006 ونروح ل 2003، 2006 يعني هو متصدر دلوقتي جدول المسابقه، مسابقه الجمهوريه ل 2006، والفريق ده ما شاء الله عندنا فيه مواهب كبيره زي ما قلت لحضراتكم، امير علاء، عندنا عمر سيد معوض، عندنا وليد حافظ، يعني افتكروا الاسماء دي علشان قريب ان شاء الله هتشوفوها مسمعه في الدرجه الاولى.